مساء الخير عليكم. في فيديو حكاية النهاردة هنكشف ليكم عن 10 فنانات حملنا لقب مطلقة قبل سن العشرين. بس قبل ما نكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده لألف لايك. ودلوقتي يلا بينا نكمل الفيديو بس بعد الفاصل. الفنانة غادة عبد الرازق اتجوزت الفنانة غادة عبد الرازق وهي عندها 17 سنة من رجل الأعمال السعودي عادل قزاز، وأنجبت منه ابنتها روتانا وانفصلت عنه بعد كده بشكل رسمي. الفنانة هيفاء وهبي اتجوزت الفنانة هيفاء وهبي في سن مبكر من ابن عمتها نصر فياض، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة زينب، لكن بعد فترة انفصلت عن جوزها وعادت للفن. الفنانة نيلي كريم أعلنت الفنانة نيلي كريم عن جوازها وهي عندها 16 سنة، وقالت إنها اتجوزت بدون علم والديها وأنجبت طفلين، وقالت إنها عانت كتير من الجواز ده، وقالت كمان إن الأدوار الحزينة اللي كانت بتقدمها كانت نتيجة حياتها مع جوزها. الفنانة ياسمين صبري اتجوزت الفنانة ياسمين صبري من دكتور مشهور وصاحب أكبر مستشفيات في اسكندرية واللي كان بيشتغل فيها والدها، وكان أكبر منها بسنين كتير، وكان كمان متجوز وعنده أولاد، علشان كده كان الجواز في السر علشان مراته الأولى ما تعرفش. بس بعد ما أعلنت الفنانة ياسمين صبري عن جوازها تم الطلاق في نفس السنة. الفنانة شيرين عبد الوهاب اتجوزت الفنانة شيرين عبد الوهاب وهي عندها 19 سنة من الملحن مدحت خميس، وبعد 6 شهور اعترفت إن هي أجهضت طفلها الأول منه، وقالت إن هي زعلانة وندمانة على ده وبتستغفر ربنا كتير قوي للسبب ده. الفنانة جنات اتجوزت الفنانة المغربية جنات في عمر 16 من الملحن محمد ضياء، بس اتطلقت منه بعد 3 سنين من الجواز. الفنانة علا غانم اتجوزت الفنانة علا غانم لأول مرة وهي في سن 17 من وليد الضفراوي، وأنجبت منه بناتها كاميليا وفريدة، وانفصلت عنه علشان ما كانتش سعيدة معاه. الفنانة هايدي كرم اتجوزت في سن 19 وأنجبت ابن إنها نديم اللي بتعتبره كل حياتها، بس هي أصبحت مطلقة وهي في بداية حياتها. الفنانة أمال ماهر اتجوزت أمال ماهر من الملحن محمد ضياء وهي في سن 18، وما استمرش الجواز غير سنة واحدة بس، أنجبت خلالها ابنها عمر، وبعد كده رفعت دعوة خلع على جوزها وتم الطلاق. الفنانة نادية الجندي اتجوزت الفنانة نادية الجندي من الفنان الراحل عماد حمدي، وكان أكبر منها بحوالي 40 سنة، وأنجبت منه ابنها الوحيد هشام في سن 15، وانتهى الجواز ده بالانفصال بعد علاقة حب جمعت بينهم. وفي نهاية فيديو النهاردة عايزين نعرف ايه رأيكم، انزلوا دلوقتي بسرعة في التعليقات وقولوا لنا عن رأيكم في الجواز المبكر. فيديو حكاية النهاردة خلص، بس لسه حكاياتنا مخلصتش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو اول مرة بتشوفنا، علشان يوصلك كل جديد على قناة حكايات النجوم.